السلام عليكم، مرحبا متابعينا الكرام. إليكم هذه النشرة الجوية التحذيرية الأخيرة لنهار اليوم، حيث تشير النماذج الأوروبية لرصد العواصف الرعدية القوية تشير إلى المناطق الجزائرية الشرقية وبعض المناطق الغربية الداخلية. إذن متابعينا الكرام، أمطار غزيرة ومعتبرة هي في طريقها إلى شمال الصحراء الواحات والمناطق الشرقية ناحية قسنطينة، أم البواقي، ميلا، أيضا شمال ولاية المسيلة، ولاية باتنا، الأوراس كما قلت، خنشلة، وولاية تبسة، بالإضافة إلى سوق هراس وولاية قلمة. كل هذه المناطق معنية بأمطار ستكون معتبرة ليلة اليوم وفجر يوم الغد الخميس 23 من شهر ماي. أيضا أمطار معتبرة على ولاية النعامة المشرية، بالإضافة إلى بعض المناطق من ولاية الأغواط، ولاية البيض، أيضا جنوب ولاية الجلفة. كل هذه المناطق معنية بأمطار ستكون غزيرة جدا، بالإضافة إلى شمال ولاية غردية. إذا متابعينا الكرام، تقريبا هذه الأمطار الغزيرة ستكون رفقة تساقط لحبات البرد إن شاء الله. الحالة تتطلب الكثير من اليقظة والابتعاد عن الأودية، لأن الأمطار ستكون فجائية وغزيرة جدا. فقط كونوا معنا متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.